تواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفي هذا الشأن أكد الدكتور محمد مبارك بأن بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس أن قطاع شؤون المدارس سينفذ مع بدء العام الدراسي سلسلة من الحلقات النقاشية مع طلبة المدارس الحكومية بشأن مختلف المواضيع الطلابية والمدرسية، ومن بينها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وأفضل وسائل التعلم الرقمية. وأوضح المدير العام لشؤون المدارس أن 84 مدرسة حكومية سبق وأن شاركت في مشروع تجريبي نفذته وزارة التربية والتعليم حول التوظيف الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، مشيرا إلى أن تقييم هذه التجربة سوف يستمر وسيتم مناقشة مخرجاتها مع عدد من طلبة المدارس، بالإضافة إلى النظر في إمكانية زيادة عدد المدارس المشاركة فيها بشكل تدريجي. هذا وأكد الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم في اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن الوزارة اطلعت على مقترحات وآراء الطلبة حول سبل استخدام الأجهزة الذكية والهواتف في عملية التعلم، وستتم مناقشتها في نطاق المشروع التجريبي. طبعا هذه الفكرة في الواقع استوحيناها من نقاش الذي دار مؤخرا بين عدد من طلبة المدارس، وشكر لهم طبعا في ذلك. كانوا يتحدثون عن إمكانية استخدام الهواتف النقالة في العملية التعليمية داخل المدارس. طبعا كما تعلمون المدرسة هي بيئة تعليمية خاصة جدا، تضم الطلبة، تضم طبعا منتسبي الهيئات الإدارية والتعليمية والإشرافية، بالتالي التعامل مع الأجهزة الذكية في عملية التعليم والتعلم تحتاج أيضا إجراءات من نمط ونوع خاص. لذلك من وحي ما قمنا بالاطلاع عليه من نقاشات سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك، قررنا في الواقع أن نقوم بالاشتراك مع الطلبة في عدد من الحلقات النقاشية التي نستعرض من خلالها بعض التجارب التي نفذتها الوزارة في الفترة السابقة، وتحديدا استخدام الأجهزة الذكية في عملية التعليم والتعلم. أيضا نريد استشفاف آراء الطلبة في مسألة إيجابيات وسلبيات مثل هذا التوجه في حال تم دراسته بشكل أكثر جدي طبعا في المرحلة القادمة.